كما يجب مراجعة الطبيب فورا من أجل علاج الكحة عند الأطفال في الحالات التالية: إذا كان الطفل لديه مشاكل في التنفس، أيضا إذا كان الطفل يعاني من القيء المستمر، أيضا إذا كان الطفل يتحول إلى الأحمر أو الأرجواني عند السعال، أيضا إذا كان الطفل يسيل لعابة أو لديه صعوبة في البلع، أيضا إذا كان الطفل يبدو مريضا أو منهكا للغاية، أيضا إذا كان جسم الطفل قريبا عالق على حلق الطفل، إذا كان في أي شيء من الأجسام القريبة العالقة في حلق الطفل. أيضا إذا كان الطفل يشعر بالألم في الصدر عند التنفس، أيضا إذا كان الدم يخرج من سعال أو تنفس الطفل، أيضا إذا كان النظام المناعي لدى الطفل ضعيفا أو أنه لم يتم تحصينه بالكامل، أيضا إذا كان الطفل أصغر في العمر من 4 أشهر وبلغت درجة حرارة الجسم فوق 38 درجة، من الضروري الذهاب إلى المستشفى قبل يصير له تخلف عقلي في المخ. أيضا درجة مئوية مرتفعة في درجة الحرارة. أيضا لمن لديه حمى أكثر من 40 درجة مئوية مع عدم انخفاض درجة الحرارة بعد ساعتين من تناول دواء الحمى، من الضروري الذهاب إلى المستشفى قبل الموت. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.